الخير. صباح الخير. صباح الخير لأمي وأبي وأخواتي. صباح الخير لسما وكل شيء بسما. صباح الخير لكل حدا قرر يبدا نهاره معنا عبر شاشة سما الفضائية، لكل فرد مساحته الشخصية اللي بحب الناس كلها تحترمها وما يتجاوزها أبدا، ومثل ما هالخصوصية مطلب لنا كمان احترام حياة الآخرين وتفاصيلها واجب علينا لحتى نحمي حالنا من التعرض للمواقف المحرجة والأهم ما نزعج اللي حوالينا. يا رب يكون هيك نهاركم اليوم مليان بالخير والبركة وبعيد كل البعد عن كل الإزعاجات. صباحو يا جودي. صباح الخير آية، وأكيد صباح الخير لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا وشو ما كنتوا عم تعملوا. الموضوع يلي بلشت فيه آية موضوع كتير مهم، وأكيد كلياتنا بحياتنا ممكن نتعرض للإزعاجات من سلوكيات الأشخاص اللي ممكن ما ينتبهوا لتصرفاتهم أو ما يحترموا الأشخاص الموجودين حواليهم يعملوا الأشياء اللي بس بتريحهم. كتير مهم إنه نحن نحترم خصوصيات الأشخاص يلي حوالينا، وأيضا نحترم كل الأشياء اللي ممكن تزعجهم إن كانت بسلوكيات أو حتى كلمات أو حتى تصرفات. وكالعادة ومثل كل صباح بيكون معنا الشيف حسن لحتى يقدم لنا العديد من الأطباق الشهية والصحية. شو محضرنا لليوم؟ رح نعرف سوا بعد ما نقول له صباح الخير. صباح الخير شيف. يسعد صباحك. يسعد صباحك شيف. يسعد صباحك آية. شو محضر لنا اليوم؟ اليوم عنا دجاج مكسيكي مع رز أصفر. اوكي، في شيء طيب جدا حيكون اليوم. بتحبوا الحد لانه مكسيكي، طالما انه قلنا مكسيكي صار مقترن بالحد. انا الحد بصراحه. اوكي، على حسب يمكن مو كثير في ناس بيحبوا الحد، بس مع المكسيكي تحديدا بتحسي انه لا، يعني ما حتزبط اذا ما كان في هيك شويه حد. على القليله نفس الحد. نعم، اكيد بدنا نرجع جودي للموضوع والبدايه اللي بلشناها معكم وبالعوده لهاشتاجنا. اليوم بدينا حلقتنا ونحن عم نحكي عن الخصوصيه وقواعد التصرف، ولا سيما خلينا نذكر الاماكن العامه. اليوم حابين نحكي أكثر عن السلوكيات المزعجة بالطريق تحديداً. في كتير ناس بيفكروا أنه الطريق لقلهم لحالهم، تلاقيهم عم يصرخوا، عم يصفوا سياراتهم على الأرصفة، بيعملوا جمعات وبيفتحوا أحاديث وبيعطلوا الناس المارقين بهذا الطريق. هذا غير مثلاً اللي بتلاقيهم عم يقطعوا الشارع بدون ما ينتبهوا لإشارة المرور. هي كلها أمور يمكن مزعجة طبعاً بتكون. يعني اللي حكيتي يمكن كتير قليل قدام السلوكيات اللي بنشوفها. كمان في كتير من الأمثلة على التصرفات المزعجة بالشارع، وبصراحة ما في يوم إلا ومنشوف فيه أكثر من مثال بيأكد هذا الشيء. نحن عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج طرحنا سؤال بيقول شو هي السلوكيات يلي بتزعجك بالشارع؟ حناقش معكم موضوعنا طول الحلقة، والآراء يلي رح تكتبولنا إياها على صفحة البرنامج. أما الآراء يلي وثقتها كاميرا سما رح نسمع مع بعض ونرجع لحتى نكفي باقي فقرات حلقتنا لليوم. شو هي السلوكيات اللي بتضايقك من العالم بالطريق؟ والله اكثر شيء اللي ببزق بالشارع بضايق. ايه كثير. البسطات طبعا بتضايق. ايه البسطات، الوسخ اللي بالطريق ما حدا بيلتزم فيه. احيانا في شغلات تحسيها متعمده، يعني مثل الناس بتجاكر بعضها انها تكب. مثلا بيسكروا الشارع وهن ماشيين على مهلهم بالسياره. ايه بالسياره او ماشي، مثلا بيكونوا هيك مثلا شي خمس اشخاص ماشيين بعرض الشارع وما عم يعرف، يعني كل واحد مستعجل ما في يطلع منه. بيمشوا ما بيطلعوا قدامهم، ما بيشوفوا حدا وبيخبطوا بالعالم يعني الاسلوب العام بكل شيء، على اطار مثلا سياره بسوقها، اذا انا من حقي اني انا اكسر على اليمين مثلا واكسر على اليسار وانا عاطيه اشاره او شيء، فانا اذا كسرت عليه هو بيتضايق، لازم يطلع من الشباك ويسمعني كلام على نفس المبدا هذا. انه يمشي وبلش يشوبر مثلا ما ينتبه للعالم وهو ماشي. رمي الاوساخ بالشارع، تلاقي مثلا واحد عم معه محرمه او شقفه كاسه قهوه بيكبها بالشارع، مثلا تلاقي ماشي بسرعه ودفشك ما بيقول لك عفوا، فكتير اشياء فيه.
يعني مثل ما شفنا جودي يمكن بتختلف الأجوبة وكل حدا بيضايقه شيء، بس يمكن أكثر شيء لفتني واللي هو مشترك بيناتنا كلنا هو فعلا الناس اللي بتكون ماشية بيكون معها ورقة شيء عم ياكلوه بكبوه بالأرض، على قد ما في قصص مزعجة على قد ما هذا الموضوع تحديدا مزعج يعني ومتفق عليه قديش مزعج يعني. أنا في عندي سلوك كتير بكرهه، خاصة الأشخاص اللي بتعملوا بالشارع وقدام كل العالم، ما رح أقوله على الهواء لأنه ما أنا كتير ظريف، بس يعني إنه كتير بشع إنه نحنا يعني ما نحترم الآخرين أو نفكر إنه الشارع لإلنا، في كتير عالم ممكن تزعجهم تفاصيل معينة صحيح. ممكن إحنا ما نكون متداركينها، فبليز نحاول نحترم الأماكن اللي نكون متواجدين فيها، نحترم الأشخاص يلي تكون متواجدة بهاي الأماكن لحتى كلياتنا نمضي نهارنا بسعادة. ولنمضي نهارنا بسعادة كتير كبيرة لازم نعرف طريقة تحضير الدجاج المكسيكي، ستفضلي لعند الشيف فورا تخبرونا المقادير وطريقة التحضير. أوكي. صباح الخير عن جديد شيف. يسعد صباحك يا. كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. يعني انا من امبارح سربت لي هدي البروديوسر قالت لي في دجاج مكسيكي بالموضوع، فقلت لا خلص يعني الموضوع كثير طيب راح يكون خلص. في مقادير كله بشهي يعني لحد هلا، فخلينا نبدا شيف يعني خطوه بخطوه. تمام. هلا نحن المكسيكي هو بالاساس هو طبق جاي من المكسيك طبعا، ويكون حد شوي مثل ما قلنا اليوم حنساويه بشكل وجبه مو بشكل أوكي. سندويشه. هلا في عندنا المقادير اول شيء، هلا عندنا اول شيء دجاج مقطع اصابع جوليان رفيع، تمام. عندنا بصل جوانح، عندنا فليفله حمراء مقطعه رفيعه، عندنا فليفله خضراء مقطعه رفيعه، عندنا فطر، عندنا درع، عندنا رب البندوره، عندنا بندوره مفرومه فرمناها على الخلاط، عندنا ملح، فلفل ابيض، كزبره ناشفه، صوص حد، هدول الاثنين لحد اليوم حنحدد بيهم، تمام. وعندنا جزر بالاخير بنحطه على الوش. حلو، شو حنبدا اول شيء؟ هلا اول شيء طبعا بنحط على طنجرة بنحط الزيت او بنضيف لها كمان، فينا نضيف لها كمان زبدة. حنبلش اول شيء بالدجاج. في كمية معينة زيت بنحطها ولا؟ تقريبا حوالي شيء 3 معالق او 4 معالق. اوكي، هذا ما بيعتبر كثير ما؟ لا ما بيعتبر كثير يعني، لانه نحن ما بدنا اياها كمان تكون الدسمة، هلا بكره هلا بتشوفي لسا تخلص حتشوفي الصوص شلون بيطلع. اوكي، بده ما يكون سائل الزيتي طالع منها. يعني هلا نوعا ما بتحسها ما فيها كثير شو بدنا نسميه دهون مثلا، دهون تماما، يمكن مرضى الكوليسترول كمان ما بتاثر عليهم هي الاكله. تمام تمام. هلا نحن حطينا الدجاج، بس نستنى شوي وبارد الدجاج. اوكي، هلا على اول شيء ننطر عليهم تقريبا قد ايه؟ بس لا يبيض اللون، اللي بيض اللون بنبلش بقى بنضيف باقي المكونات، بنبلش نضيف البصل، نحن بدنا اياها الخضره اللي بدنا نضيفها ما راح تكون مستويه كثير، بدنا اياها فيها قرشه. حتى البصل ممكن بدنا اياه في قرشه. هلا بس لانه نحن اذا ضفنا اي ماده ثانيه على الدجاج حيوقف استوى الدجاج، بصير استواءه كثير بطيء شوي شوي، مشان هيك بنستناها بس لسه انه تصير بيضه بنضيف بنضيف باقي المكونات. اوكي، حنضيف يمكن بعد البصل ما اول شيء البصل بنضيف، بعدين بنبلش بالفليفله وباقي المكونات بالاخير. والاخير طبعا وقت بنحط رب مرقه صوص البندوره بنتركه شوي يتعقد على النار وبنشوف اذا اعتزنا طبعا لتعقيده اكثر ممكن نضيف له شوي كورن فلاور او شوي طحين، بس هو بالعاده ما بيقس ما بي ما بده لانه رب البندوره والصوص البندوره لحاله بيعقد. اوكي، يعني انا عم شوف هلا شف المقادير، ففعلا يمكن هي الاكله على قد مو طيبه وعلى قد ما فيها كل شيء، يعني كل المكونات الصحيه، يعني دجاج هون عندك بروتين، عندنا يعني شو الفطر مثلا كمان بيقولوا دائما له نوع كثير له دور كبير بتعزيز المناعه، الفليفله كمان أكيد. فيتامين شوف اي عم نشوف يا جماعه الاكله طيبه ومفيده ويعني 10 على 10. تمام. نحن نسينا بالمقادير في صوص مرقه الدجاج، هذا ممكن نضيفه بالاخير بيعطيها نكهه حلوه وطيبه. هذا خياري الموضوع ما تماماً. يعني تماماً. اذا حدا بحب شيء ثاني لانه هذا هو بيجي بمالح، انا ما راح استخدم الملح هلا بالاكله، هلا بدي اقوها بعدين، انا ما راح استخدم الملح، حاستخدم هذا الصوص مشان نعطيه الملوحه للاكله نفسها. اوكي، ما في داعي انه نضيف ملح للاكله. هلا الناس اللي عاملين دايت بتزبط معهم هي الاكله ولا ايه؟ بدنا نخفف مثلا زيت كتير. شوي او نخفف لا لانه بتزبط كثير، لانه نحاول الكميه اللي هون كميه الزيت اللي حطيتها مناسبه كثير للدجاج، يعني حطينا استخدمنا حوالي 6 صدر دجاج بقى بكمية كثير مناسبه. الله يطمنك يا شيف، شكرا. طمنك اذا عامله دايت لا تخافي كليه ما في اي مشكله الاكله طيبه بتزبط. تمام. هلا بهالحاله مثل شغل بلش ياخذ اللون الابيض الدجاج، بلش بمرحله الاستواء. هلا نحن بنضيف باقي المكونات، بنضيف البصل تمام حوالي شيء 3 بصلات،
ما في داعي نستنى ليستوى كل الاغراض مع بعضها يعني. بنبلش هلا نضيفهم شوي تمام، بس لانه نحن البصل بنضيفه اول شيء بنتركه شوي على النار، انه هو لازم يكون شوي اسوا من غيره يعني من غير باقي المكونات. اوكي هلا بنضيف نضيف الفليفله الخضراء. طبعا الكميه هي عايده لكل بيت ممكن، نحن الكميه تبعها قديش لكل ماده ممكن نضيفها. هو اجمالا نحن المقادير اللي استخدمناها اليوم بتعمل يعني وجبه منيحه، خلينا نقول وجبة يعني تقريبا بتساوي تقريبا بين الاربعه للخمس اشخاص. بين الاربعه للخمس اشخاص تمام. اوكي ممتاز. هلا نحن حطينا استخدمنا الفليفله الحمراء كلياتها. اوكي حطينا الفليفله الحمراء والخضراء تمام. هلأ الخطوات اللي بعدها بتمنى نبلش نحن آخر شيء منضيف مثلا منضيف الفطر والدرة تمام. منضيف هلأ منبلش البهارات. منحط الفلفل الأبيض، منضيف الكزبرة حوالي تقريبا شيء نص معلقة، وممكن نضيف هي أكتر على هوا ست البيت، بتعطي نكهة كتير طيبة للأكلة. هلا بالاخير بدنا نضيف الحد، يمكن مو هلا وقته الحد، اخر شيء بينضاف اخر شيء بينضاف. هلا ممكن نحن نضيف ما منكتر كثير لانه هي بتعتبر صلصه مالحه نوعا ما مثل ما قلت لك، ما راح نستخدمها وبتعطيها لون حلو للاكله. هلا هيك تمام. هلا طبعا نحن شو في بدائل ممكن نستخدمها مثلا غير يعني شو في ناس الملح. ممكن هيك مجرد الملح ممكن تحطي لها نص مكعب مكعب مرق دجاج عادي. في ما بعرف في ناس بتحط مفازه معها الاكله ولا مو معها، يعني انا عم فوت بمجالي يا جماعه مو مجالي ابدا، بس في ناس بيحطوا مثلا الباربيكيو صوص مثلا. لا الباربيكيو صار غير اكله، صارت غيرنا الاكله كلها، صارت اكله تماما. نحن اوكي هلا بس بدي انصح نصيحه كمان ستات البيوت. هلا نحن ممكن تستخدم بدل الكزبره اليابسه، في ناس ستات البيوت بحبوا الكزبره الخضراء ممكن يستخدموها كمان باخر شيء بس بتنحط. هلا ممكن نحن كمان مشان نحافظ على الكزبره بما انه او البقدونس او الاعشاب بشكل عام بالمطبخ اطول فتره ممكنه مشان ما تدبل، نحن مجرد انه الباقه نفسها نحطها بكاسه مي بعدين نغلفها ببوست كيس نايلو من فوق ونحطها بالبراد، هي ممكن تعيش بالاسبوع للاسبوعين على هو قوه البراد. تمام حطينا الباقه بكاسه مي وغلفناها بنايلون حطيناها بالبراد، بس شرط انه كمان انه نغير المي كل يومين او ثلاثه. اوكي بسيطه تمام. اذا هذا الشرط هو فمحلوله امورنا. هلا رح نضيف بس رب البندوره بالاخير. اوكي ونتركهم قديش تقريبا؟ هلا تقريبا بدهم شي ربع ساعه او ثلث ساعه لبين ما تسوي كل المكونات. بنضل عم نقلب نحن بهي بهذا الوقت. تمام هلا بنضيف اذا بدك باقي المكونات، بنضيف الفطر وبنضيف الدرة. اوكي شيف نحن رح نرجع لعندك لحتى نكمل يعني معك شيف ونشوف لوين رح نوصل، بس هلا صار وقت نرجع لعندك يا جودي. ومثل ما الكتار من الاشخاص بحبوا يطوروا حالهم دائما بمجال الطبخ من السيدات والرجال وهيك حافظوا على شكل الاكله يكون حلو، من ناحيه ثانيه كمان في الكثير من الاشخاص اللي بحبوا انه يطوروا حالهم اكثر بس بمجال مختلف ويحسنوا ايضا من شكل الاسنان. صحيح يا آية، وخاصة بالسنوات الأخيرة صار في تطور كتير كبير بطرق تجميل الأسنان وأصبح من السهل كتير التغلب على كل المشاكل يلي بتخلي شكل الأسنان يكون غير لائق، لكن في الكثير من الأمور يلي لازم ناخذها بعين الاعتبار قبل ما ناخذ أي إجراء تجميلي للأسنان. اختلاطات ومشاكل تجميل الأسنان رح يكون موضوع حديثنا اليوم مع الدكتور رامي حسن عز الدين الاختصاصي بتجميل وزراعة الأسنان. صباح الخير دكتور واهلا وسهلا فيك معنا لليوم. صباح الخير. صباح يسعد صباحك دكتور رامي واهلا وسهلا فيك معنا. دكتور كثير اشخاص بيلجؤوا ليعملوا تجميل للاسنان وبيسعوا دائما انه هن يحافظوا على شكل اسنانهم حلو ومرتب، لكن السؤال انه امتى تجميل الاسنان بيكون ضروره وامتى بيكون لا يعني ما في داعي خلينا نقول. تمام هلا طب الاسنان بالاساس بلش انه بمعالجه ثلاث قصص اساسيه، معالجه الوظيفه والكلام والتجميل. هلا التجميل بالاساس بلش من علاج لاشكال معينه واخطاء معينه موجوده بالاسنان، منها الفراغات بين الاسنان، منها تكسرات الاسنان، منها فقد بعض الاسنان، اكيد الوظيفه الاطباقيه اذا فيها مشكل بنلجا لموضوع التجميل، وطبعا ما ننسى التصبغات والالوان الموجوده بالاسنان، دائما التجميل عم يتجه بشكل اساسي لهذا الموضوع.
طيب دكتور، اكيد في عنا الكثير من الاجراءات اللي لازم نعملها قبل ما نبلش بتجميل الاسنان. تمام. مثل ما حضرتك كنت عم تحكي، اذا في عنا مشاكل معينه بيعاني منها الشخص مفروض انه نعالجها لحتى نعطيه ابتسامه مثاليه. تمام. شو هي اهم هي الاجراءات؟ تمام. هلا بدايه التطور الكبير بمجال طب الاسنان التجميلي صار بدراسه الحاله بديجيتال سمايل ديزاين او دراسه الابتسامه الرقميه. هيدي القصة بتقوم على أساس قياسات وطبعات وتصوير للمريض قبل وتصميم على الكمبيوتر، بحيث نشوف ونورجي المريض كيف ممكن تصير الحالة بشكل تمام طبعاً، وبتساعد الطبيب لتصميم أفضل طريقة لتجميل الأسنان، حتى بنختار نحن شو الطريقة المناسبة والمواد المناسبة. طبعاً نحن بدنا نفرق بين مواد تجميل الأسنان وطرق تجميل الأسنان، لأنه هون دائماً بصير في خلط بهيدي القصة. وضح لنا يا هون أكثر. تمام. هلأ كتير بيجينا مرضى بتسأل، يعني مثلاً عنا بدي أعمل زيركون لتجميل الأسنان. بدنا نتفق انه بعض المواد اللي هي مثل الزيركون او الايماكس او الامبرس هي مواد بنستخدمها ببعض طرق تجميل الاسنان. اما طرق تجميل الاسنان بتبلش من اساسها اللي هي التقويم لتجميل الاسنان او لتظبيط الاطباق. طبعا عندنا القشور والفينير واللومينيرز بالاضافه للتبييض والتعويضات الثابته او المتحركه لتعويض الفقد. الطريقه هي اختيار طبعا الطبيب بالتنسيق مع المريض. الماده هي قصه ثانيه، ساعتها بدنا نتفق نحن والمريض شو افضل ماده لنحصل النتيجه الافضل. اوكي، بس دكتور حابين ايضا نركز على فكره انه نحن كيف، يعني في ناس كثير بيروحوا بيعملوا تجميل بيقول لك ما اخذت النتيجه اللي بدي اياها، بترجع للسبب الاساسي انه هو كان اسنانه بحاجه علاج قبل ما يروحوا يعمل تجميل. تمام. فيمكن هذا خطا بيوقع فيه الكثير، اذا بتخبرنا اكثر ايضا عن هذا الموضوع. هلا نحن بمجتمعنا في شويه غيره بالقصة، انه انا بدي اسناني مثل اسنان فلان او بدنا اسنان على السريع كل شيء، يعني احنا ما بدنا ننطر. تمام. فهي القصه مو هيك، اول شيء الطبيب واجبه انه يعمل دراسه للحاله ويورجي المريض كيف ممكن تصير الحاله وشو بيلبق لوشه. نحن اليوم ما فينا نقول انه هدول الاسنان بيلبقوا لكل الاشخاص، طبعا هيدي القصه معتمده بشكل الابتسامه ولون البشره وحجم الاسنان وحجم العين وملامح الوجه الخارجيه. لما عم نستخدم نحن الطرق الديجيتال بهيدي القصه على الكمبيوتر بيشوف المريض شو افضل طريقه، وعلى اساسها بنقوم بتهيئه الحاله من الاساس. طبعا هي الحاله بحاجه لمعالجات، احيانا بيكون في عندنا التهابات لثويه مثلا او مشاكل اطباقيه، احيانا نضطر تماما او جامي سمايل موجوده، او مثلا في رائحه بالفم قبل تركيب الاسنان التجميليه. كثير في ناس بتتهم انه القشور انه بتعمل رائحه فم، هو اذا طبقت بطريقه صحيحه لا، بس انت بدك ترجع للاساس، شو كانت المشكله عند المريض لازم نعالجها. في مرضى كثير عندهم تنفس فموي مثلا، هو بتنفس من تمه او عنده عاده معينه بقص اضم يعني اطفره او اصبعه او شيء معين، هيدي العادات لازم نعالجها ونحلها قبل ما نروح لموضوع التجميل. التجميل هو حل لتجميل او لشكلي، لكن بالاساس هو في عادات معينه، مشكله وظيفيه طبعا لازم نحلها. طيب دكتور خلينا نحكي اكثر عن الاشخاص يلي بيجوا لعندك بيقولوا لك انا بدي هوليوود سمايل، سنان بيض عم بيلمعوا حلوين مثل اي حدا مشهور او وجدانه حلوين. تمام. مين الاشخاص اللي فعلا ممكن تلبق لهم هوليوود سمايل؟ مين الاشخاص اللي ممكن نشتغل على سنانهم اساسا، حتى يعني اذا فيهم مشاكل ممكن نعالجها مثل ما حضرتك ذكرت بتقويم بتبييض؟ كيف نحن بنشخص الحاله وبنعطيها العلاج الانسب لها؟ هلا خلينا نتفق، شو هي المعايير؟ تمام. هلا كل المرضى بيلبق لهم الهوليوود سمايل، بس مين هن اللي بحاجه؟ وهذا الفرق الكبير. المريض اللي بحاجه هو المريض اللي عنده مشكله اساسيه تجميليه بحاجه لموضوع تعديل هيدي القصه. طبعا قلنا بالاساس هو الفراغات من الاسنان بين الاسنان، تكسرات، تلون، مشكله اطباقيه، هذا القصه بحاجه. هلا في مرضى ما بيكونوا بحاجه حقيقيه للتجميل، لكن هن عندهم رغبه بهيدي القصه، بنقوم بنختار طرق تجميليه اقل ضررا بالاسنان، مثل هلا القشور اللومينيرز مثلا هي اقل ضرر بالاسنان. بس دكتور قديش نتيجتها حلوه؟ نرجع حسب الحالة. يعني هلأ يعني أنا عم حس خاصة هذا الإجراء والعالم عم تروح له لأنه يمكن أرخص من الفينيل، بحافظ على السن وسريع أكثر يعني. تمام. الإجراء، وحتى في حال ما حبينا الشكل أسهل أنه نحن نعدل. بس أنا عم حس أنه الحالات اللي عم نشوفها ما كتير عم تكون حلوة أو صحيحة، أو مثلا دائما بيكون في خطأ، بيكون في مشكلة. تمام. هلأ القصة تماما بنرجع لدراسة الحالة بين المريض والطبيب. أنا دائما قبل ما يبلش للمريض بعمل شغلتين، بصوره وبورجيه على الكمبيوتر كيف رح يصير، وبعمل له مؤقت تماما على الديزاين اللي رح يصير ومنركبه بالفم لمدة 24 ساعة يشوفه المريض. أوكي. هون لازم يشوفه المريض ويستحليه ويرتاح. بدنا نرجع ننتبه لقصة انه القصة ما معتمدة بس على الأسنان، هي الأسنان بتشكل تقريبا 60% من أول نظرة بالوجه، لذلك نحن بدنا نعتمد حتى شكل الشفة، طريقة الابتسامة، حواف الوجه الخارجية. فهي مو كل الأسنان التجميلية بتلبق أو أي موديل بيلبق لكل العالم. في
موديلات مثلا للذكور غير موديلات الاناث، اللي وشها مدور غير اللي وشها مثلا مطول، فنحن بدنا ننتبه نختار الموديل بدقه ونعطي فرصه للمريض لياخذ وقته بانه يرتاح لهذا الموديل، انه عجبه وهو مريح له وظيفيا وشكليا او لا. نحن بحاجه دكتور شطور مثلك لحتى ينفذ. دكتور رامي، بدنا نتوجه لكل حدا اليوم عنده رغبه انه يروح يعمل اسنانه، يعمل تجميل لاسنانه، قبل ما يتخذ هاي الخطوه بغض النظر شو طبيعه الشيء اللي هو حابب انه يعمله، بدنا من حضرتك نصائح لكل حدا حابب يتخذ هاي الخطوه ويبلش بمجال التجميل. اول شيء انه ما يتسرع، ياخذ وقته تماما باختيار الطبيب واختيار الطريقه، وكمان يشوف الحاله قبل وبعد. اهم شيء انه المريض يشوف تماما كيف رح يصير. هيدي القصه بتاكل وقت وياخذ هو وقته ويشاور، ياخذ وقته تماما بهيدي القصه. رقم اثنين هي العنايه، كثير هام بموضوع التجميل العنايه الفمويه، اللي ما عنده عنايه فمويه او مو قادر يعدل عاداته بحيث انه يصير عنده عنايه فمويه كويسه، فهذا الموضوع غير قابل للتطبيق. تمام. القصه الثالثه انه هو ياخذ يعني يشوف موديلات متعدده وطرق متعدده مشان يعرف يقارن، نحن دائما عندنا نقص شوي بالوعي بهيدي القصه، طبعا وهذا ذنب الاطباء بحد ذاتهم، انا لازم لما اروح لعند طبيب اساله كل المراحل وكل المواد، وعلى الطبيب انه يجاوبني ويشرح لي تماما شو رح يصير وشو الاضرار وشو المشاكل وشو المواد اللي رح نستخدمها، على اساسها بنحصل نتيجه حلوه. يعني بالختام ما ضل غير نتشكرك كثير على وجودك معنا دكتور، على كل النصائح والمعلومات اللي قدمت لنا اياها، بنتمنى يكونوا كل المشاهدين استفادوا. شكرا كثير وسعد صباحك. شكرا لكم. صباحك. شكرا لك دكتور. يعني كثير بيسعوا لحتى يوصل وجودي للمثاليه، لكن من الصعب انه تتحقق لانه ما في حدا كامل بالحياه، صفات كثيره بنسعى ان نلاقيها بشريك حياتنا اللي بدنا نكمل معه طريقنا، وببعض الاوقات بتقترب هي الصفات من المثاليه، ومثل ما في صفات بتخلي يعني المراه مثلا مثالية بعين الرجل، بنفس الوقت في أيضا بعض الصفات وبعض المعايير اللي بتخلي النساء يشوفوا أنه هذا هو الرجل المثالي والمناسب لهم. ولكن أيضا آية، لكل امرأة معايير الخاصة فيها بمواصفات الرجل يلي بتتمنى يكون شريك حياتها، لكن العلماء دائما بيحاولوا أنه يفهموا هالمرش وبدأ ويوصلوا للصورة المثالية للرجل، وهذا الشيء اللي رح نتعرف عليه ضمن التقرير التالي. المثالية كلمة فلسفية تشير للمثل الأعلى أو الأسمى بالنسبة لأمر معين، وبتنقسم لنوعين، مثالية الجسد ومثالية معرفية لكنها ما لها وجود. في صفات معينة بتؤدي لجعل الشخص مثالي وبتضيف له خاصية مميزة عن غيره، ويعد الرجل المثالي قدوة لغيره ونموذج بيرغب الجميع أنه يتميز بالصفات الخاصة فيه نظراً لتعدد الأذواق والرغبات، فتحديد هوية ومواصفات الرجل المثالي شبه مستحيلة. كيفك حبيب؟ أهلا وسهلا. شو اسمي أنا؟ محمد. شو اسمك؟ سهل. ليش عم تقولي ما في رجل مثالي؟ آي مشان الله لا تتركيني تخجل. عم نسأل عن مواصفات الرجل المثالي، شو هي مواصفات الرجل المثالي؟ يعني كثير سؤال صعب، لأنه ما يعني هو بمواصفات وبلا مواصفات، يعني ما عندي مواصفات، ما عندي مقاييس، سألني غير هالسؤال كثير صعب. إنه يكون غني. يعني ما بالضرورة إنه يكون غني، مع إنه هو المصاري أكيد أولوية بهالوقت اللي نحن فيه هلا، بس كمان يعني مو دائما المصاري هي اللي بتكون كل شيء، أحيانا مثلا ممكن يكون شخص كثير معه مصاري بس ما عنده ولا صفة ثانية منيحة بالحياة يعني. ما يكون كلامه كبار. تفهم، حالته الاجتماعية، ثقافته أهم شيء بالدرجة الأولى. بعدين ننتقل لحالته المادية، مو إنه يكون كثير غني بس يكون قادر يعيش يعني بحدود الدنيا. يعني أخلاقه، إنه ما يكون بخيل، إنه يهتم بأسرته ويكون أسرة مثالية سعيدة ويهتم بأطفاله. أخلاقه تكون منيحة، يكون دارس يعني مثقف، بده يكون حنون، بده يكون متفهم، عرفت؟ بده يكون بيعرف ياخذ وبيعطي، مو من جماعات بقول لك بتعملي ما بقول لك ما بتعملي. بتلاقي حالك انت رجل مثالي؟ لا ما بعتقد. لا فيك شيء من هدول الصفات؟ هلا انا يعني بعتبر حالي شخص اوكي متفهم، بس عصبيتي بتفلت مني احيانا، فما يعني بالنهايه ما في حدا كامل، بس في حدا يعني اقرب للمثاليه من غيره. هل في فعلا شيء اسمه رجل مثالي او انسان مثالي؟ اقسم بالله انك لبكتني. ما في رجل مثالي بيجي على المقاييس، يعني ما اظن او مقاييس اي حدا، انه يعني الانسان الطموح كثير في له دلائل ثانيه، انه هو مثلا حدا
دؤوب. اي ما في حدا مثالي، انا مثاليه اكيد لا. هلا ما في حدا اليوم مثالي بالعالم، بس انه الواحد بيقدر يغير من حاله، بيقدر يحسن حاله للاحسن. طبعا فيني اكثر من صفه، بس مفهوم المثاليه يعني بحد ذاته يعني يعتبر مفهوم غير مطبق على ارض الواقع. يعني مفهوم انه شخص مثالي او شيء مثالي، ما ممكن اشياء معينه، لوحات، فنون، قصص، ممكن تحكي عن المثاليه بهيك قصص، بس بالنفس البشريه ما في شيء اسمه موضوع مثالي. في شيء اسمه كل شخص عنده صفات معينه، الشخص بينجذب لهي الصفات، ممكن ما يحب هالصفات رغم انه تكون هاي الصفات مثاليه. بحسب الدراسات فالرجل المثالي هو يلي بيتمتع بالصدق وايضا بالاهتمام بالمراه عاطفيا وروحيا، حتى لما تكون المراه مو بحاجه للاهتمام او ما عم تطلبه. الأبحاث بتقول إنه غالبية الرجال يلي بيتصفوا بالمثالية ما بينسوا أبداً أعياد الميلاد والذكريات السنوية لشريكة حياتهم. وأشارت الدراسات أيضاً إنه الرجل المثالي يعمل دائماً على جعل المرأة تشعر بحبه وبتقديره لإله ولأهمية وجودها بحياته، وهو أيضاً بحافظ على وعوده والتزاماته وبيكون نزيه مستقيم صادق وشخص مخلص ومتفاني بعمله. الرجل المثالي يستطيع أنه يستمع للمرأة وأنه يتفهم همومها من دون ما يتهمها بالسخافة أو السطحية، وبهالشكل بيستطيع أنه يحدد الفرق بين الزوجة والأم. صباح الخير لكم مشاهدينا عن جديد. يعني مرة ثانية بدنا نرجع نذكركم بالسؤال يلي طرحناه ببداية الحلقة. كنا عم نسألكم إنه شو هي السلوكيات يلي بتزعجك بالشارع. شفنا هلأ من شوي الكثير من الكومنتس اللي كانوا عم يحكوا عن موضوع رمي النفايات بالشارع، الصوت العالي، الضحك المرتفع، وأنت يا جودي كمان كنا تحت الهواء عم نحكي بموضوع ونقول نحكي ولا ما نحكي، بس هو كمان واحد بس أنا لازم أحكي يعني خلص طالما أخذت الأبروفمنت من البروديوسر ففيني أحكي. أوكي. بصراحة يعني أنا أي شخص ما التزم بقواعد النظافة العامة بالأماكن العامة شو ما كانت أشكالها، من رمي النفايات أو حتى من أعقاب السجائر أو حتى العالم يلي مثلا ممكن تكون إيديها وسخة ويمسكوا الأشياء اللي ممكن أشخاص ثانية يرجعوا يمسكوها، والبصاق بالشارع هي أبشع عادة ممكن حدا يعملها، خاصة قدام العالم، خاصة أنت لما بتكوني عم تمشي وحدا يعني ولا بيهمه أنه أنت مثلا واقفة أو مارقة. صح. وخاصة بهذا الوقت كتير لازم ننتبه على كل الأشياء اللي لها علاقة بالنظافة. سو بليز يعني إذا صار معكم أي شيء طارئ محرمة وكبوها بسبب المهملات. في ناس صارت عندهم عادة هي أساسا لا بدهم وحزيري شو يعني يعني كثير بيحضروا حالهم، بيهيئوا حالهم، بياخذوا نفس عميق وهيك، ف
كثير بشع هذا السلوك. يعني جودي، غير قواعد الطريق والأماكن العامة، في قواعد لازم نلتزم فيها بحياتنا اليومية لحتى نضل هيك مرتاحين ونظهر أيضا بشكل حيوي؟ يعني العناية الشخصية بالبشرة والشعر والأظافر أيضا مطلوبة بكل الأوقات، ولما تكون هي المنتجات اللي عم نستخدمها طبيعية فما في شك بأنه الفائدة أكيد رح تكون أكثر. وهذا اللي رح نحكي فيه معك يا جودي، أنت وظيفتنا لليوم الاختصاصية الكيميائية والحرفية أريج العلي. رح روح أنا لعند أريج لحتى نبلش الفقرة سوا. صباح الخير يا أريج. أهلاً وسهلاً. كالعادة أنا وكل المشاهدين ناطرين الوصفات الطبيعية اللي بتقدمي لنا إياها مثل كل أسبوع. وبصراحة بتخبر كل المشاهدين أنا حدا من الأشخاص يلي بجرب هي المنتجات، وكتير بلاقي يعني الآثار الإيجابية بتكون كتير سريعة وكتير واضحة والكل بيفرق. سو شكراً كتير أريج. أنا كتير سعيدة إنه كل مرة بتعطيني إشياء بجربها بتطلع كتير حلوة. اليوم رح نقدم منتجات لكل الصبايا لحتى يقدروا يهتموا ببشرتهم وشعرهم خلال فصل الصيف. نحن بنعرف قد ايه ممكن تتعرض البشره لكثير من المشاكل، فاليوم في عندنا تشكيله واسعه من المنتجات، خبرينا عنها اكثر وكيف ممكن نستخدمها. اكيد، اهلا وسهلا فيكم. هلا بالصيف بيكون اكيد في مسابح، بيكون كمان في كثير تعرض للشمس، فنحن حكيت قبل كثير وبحكيها لكل الصبايا اللي بيجوا لعندي، بقول لهم انه اذا بدكم تنزلوا على المسبح لازم تحطوا كريم علاجي على الشعر، يعني تبللوا شعركم بالمي البارد حلوة، بعدين تحطوا منه للكريم، وبعدين تعصروا شعركم وتلفوه بشي كيس، او انه يعني الكيس السباحه، طاقيه السباحه، وتنزلوا بعدين تسبحوا. هيك تضمنوا انه شعركم ما يمتص المي المكلوره اللي فيها كثير مواد بتؤدي للتقصف. طيب، حتى سحب اللون. الكريم شو بيتضمن؟ تمام، اكيد لازم الصبايا يدوروا على كريمات خاليه من المنتجات السيليكونيه، الزيوت السيليكونيه. ليش؟ لانه الزيوت السيليكونيه بتشكل طبقات شمعيه فوق الشعره، وبالتالي بتسكر المسام وبتؤدي بتقل الشعره وبتؤدي لهر الشعر. للاسف الزيوت السيليكونيه هي موجوده بكل البلاسم التجاريه، حتى موجوده كمان بكل الكريمات التجاريه، فدائما نسعى انه ندور على شيء فري اوف سيليكون. الزيوت الطبيعيه احسن وعلاجيه، حتى لو كانت الزيوت السيليكونيه بتعطيكي ملمس حريري كاذب، بينما هي عم تشكل طبقات شمعيه بتؤدي لانه تخنق الشعره وتفقد لمعان. وانا هذا الموضوع يلي دائما باكد عليه، كثير مهم انه نحن نلجا للمواد الطبيعيه 100%، خاصه بالاشياء اللي كثير بتهمنا مثل البشره والشعر. طب شو الزيوت اللي حاطينها بقلب هذا الكريم؟ مثلا زيت الارغان، زيت اللوز الحلو، زبده الشيا ممتازه لعلاج الشعر، زيت جنين القمح، كمان زيت بذر المشمش، زيت السمسم، هدول زيوت رائعة. وبأكد كتير منيح أنه زيوت كتير منيحة لعلاج الشعرة وليست الفروة، علاج الشعرة بتطرية للشعرة وكمان بتخليها ناعمة وبتعالج تقصفها وتكسرها. يفضل أنه نحن نحط من هذا الكريم على أطراف تمام. الشعر، نحاول ما نقرب على فروة الشعر لأنه ممكن تسد مسامات الفروة. وبدي أسألك أريج، هذا الكريم فيه الصبية اللي عاملة ألوان الشعر أو اللولايت تستخدمه؟ لأنه في أشياء ممكن تكون الصبية اللي عندها مثلاً لون شعر فاتح أو فيها لولايت ممنوع إنه هي تستخدمه، هاد فيها تستخدمه؟ طبعا فيها تستخدمه، هو ما بيأثر ابدا على اللون ولا بيقدر انه بيأدي انه يضربه على صفار ابدا، بالعكس هو تريتمنت وبيعطيها لمعه وحيويه للشعر. كمان حتى الزيوت الطبيعيه ما بيصير نحطها على فروه الراس، لانه كمان الزيوت الطبيعيه بتضعف بصله الشعره وبتأدي انه العضله اللي هي عضله البصله بتملص منها الشعره وبهر الشعر، كمان بتسكر المسام. لهيك دائما لازم نسعى انه نحن كفروه راس نحط لها خلاصات المائيه، مثل عندنا الاعشاب الهنديه اللي حكينا قبل كثير عنها، اللي هي الاملا، النيم، الشيكاكاي، الريثا، الالوفيرا باودر، كمان الالوفيرا جل، مثل ما هو كمان نحطه نفتح ورقه الالوفيرا ونحطها على فروه الراس بتنبت كثير شعر جديد. الشيكاكاي، الابراهيمي، كمان اكليل الجبل، عندك الخلاصه المائيه تبع اكليل الجبل والخلاصه المائيه تبع الميراميه والقريص، هدول كلهم اعشاب موجودين عندنا بالبلد، الماء المقطر منهم بنبت شعر جديد، حتى بيعالج الثعلبه، حتى يعني بيعالج. مبدئيا انا بدي 10 على من هدول. شمي ريحته على ايدك. اكليل جبل وميراميه، ايه، فهاد بنحط اكيد. أنا هو كثير بحب هاي الروائح. ايه، هو والاعشاب الهنديه بنحط على فروه الراس نظيفه بعد الاستحمام كرمال الخلاصه المائيه تفوت بكل سهوله، وهدول ما في داعي نغسلهم بعد الحمام، مو مثل الزيت تقعدي تحطي على شعرك زيت بعدين بترجعي بتفوتي بتحمميه مره ثانيه، وهذا كثير انه شيء مضر. كمان شغله ثانيه كثير عم يجيني زباين بيهمني اني اوصل هاي الرساله للصبايا، بيقولوا لي انه مزبوط اذا طحنا ظرف
من حبوب منع حمل مثل ما عم يقولوا لنا. ريج بليز خبريني عن هي المعلومه اللي بنقراها على كل الجروبات على فيسبوك مثلا، يا بنات مين عنده نصيحه لحتى يفيد الشعر او طول الشعر؟ طحنوا هدول الحبوب، حطوهم بالشامبو وحموا فيهم. بتمنى من الصبايا انه ما يلعبوا بهرمونات جسمهم ابدا. معروف انه في لصاقات لحبوب للمنع الحمل، في لصاقات بتحطها للامراه على جسمها بتنظم لها الهرمونات وكمان شو بتمنع الحمل، فهذا الشيء بيدل انه الجلد اللي هو اكبر عضو بالجسم قادر انه يمتص اي شيء بينحط عليه، فانت عم تحطي واثناء الاستحمام بتكون مسام الجسم مفتوحة. عم تحطي شيء على شعرك اللي هو هرمونات، انت عم تلعبي بهرمونات غددك، بالتالي بالعكس بتادي لانه شعرك يتساقط اكثر، لانه الهرمونات الانثويه اللي انت عم تخربطي افرازها بجسمك هي المسؤوله عن الجمال وعن طول الشعر وعن جمال انه تاخر الشيخوخه، انت عم تلعبي فيها، اي هرمون خارجي بيؤدي الى توقف افراز الهرمون الداخلي، ما تلعبي ابدا بهرموناتك. بليز انتبهوا من هي القصه لانه كثير خطيره. فعلا يعني كونه عم نحكي عن هذا الموضوع، كمان في خلطات بنسمعها شيء غريب جدا وشيء له ريحه يمكن بضل بالشعر، يعني في ناس ما بعرف بتحط مكونات مع بعض بتقول لك ما في مشكله يضل ريحه ثوم مثلا بشعري يومين ما عندي اي مشكله، بس لبعدين يعني المهم يمشي الحال. فبتوقع بالنسبه لخلطه الثوم والبيض اللي عم تحكي عنها بتاع كله، كل شيء بيستخدموه لكل شيء. هلا الثوم لا، بينما اثبتت الدراسات بالجامعات يعني اكبر الجامعات العالميه اثبتت انه البصل اذا تم عصره، طبعا هيدا يعني اللي خلصت كل الحلول بتلجا لحل البصل، بس يعني بدها تتحمل البصل اذا تم عصره ونحط على فروه الراس بالفعل هو بينبت شعر بشكل هائل، بس مين بدها تتحمل؟ بنصحها ما تكون متزوجه، ما حدا بيتحمل ويكون ما في حدا بالبيت غيرك مبدئيا لحتى تكوني مبسوطه. طيب اوكي، خلينا نحكي كمان عن المنتجات الثانيه اللي موجوده معنا، شو هي وليش ممكن نستخدمه؟ أكيد كمان بدي أحكي كنت عن الأظافر. الأظافر يعني أنا قدامي بحب أنه وصل كمان هاي الرسالة للصبايا، لأنه عن جد في كتير صبايا ما بتعرف شو مدى أضرار هاي القصة اللي هي الفورمول. قدامي العطارين بيبيعوا للصبايا، بتجي لعنده بتقوله عطيني فورمول، بيجي ببيعها فورمول بكل قلب بارد. الفورمول هو مادة مسرطنة، الفورمالدهايد، قادرة أنها تدمر النسج الكبد، قادرة أنها إذا كانت الصبية حامل لا سمح الله بيصيبها، بيجي الولد عنده تشوهات وأضعف الإيمان، عنده أمراض بالكبد والربو والتحسس وهدول القصص، وحتى كمان بيفوت بتحطه الصبية بتحط نسبة فورمول على علبة المينيكور. أنا قلت له ليه عم تبيعون هذا مادة مسرطنة؟ قام إجا قال لي بنسبة قليلة ما بيسرطن. لا مو صح هذا الحكي، حتى لو كانت نسبته قليلة بتمنى من الصبايا يكون عنده نوعي على هذا الموضوع، مو مهم تقسى اظافرك وبالاخير تسرطني. عندنا كثير سرطانات والعالم لا سمح الله يعني ما بتعرف شو سببها، هي من اهم مسبباتها، بتمتص يعني فورا تخترق الظفر وبتفوت جوا الجسم، واثناء الاكل بتفوت على فهذا الفورمول. بليز لو سمحتوا الصبايا ما حدا يشتري ابدا، لو قد ما كان عم يعطيكي الظفر قاسي. الاظافر والشعر هن النسيج حي، مو مثل ما نحن بنفكرهم انه هن النسيج ميت، لانه نحن بنقصهم وما بنتوجع ابدا. شعرك اذا تلف انت قادره تعالجيه، وكمان الاظافر اذا كانت لينه انت قادره تعالجيها فقط بالغذاء اولا وثانيا بالغذاء الخارجي. الثوم هو منيح اذا حطيتي قطعتي ثوم وحطيتيه بزيت زيتون، قادر انه يقوي لك اظافرك، حطيتيه بزيت زيتون يعني هذا بالفعل بيقوي الاظافر. معروف الثوم اساسا من الفراعنه للتحنيط يستخدم، ليش بيشتروا الفورمالدهايد؟ لانه هو ماده محنطه بس كمان ريحته والله لا تحتمل. ايه يعني ايه تمام، بس هذا مو مثل عم تحطيه على الشعر، اما لما حطيتي ثوم وزيت زيتون كسرنا زيت زيتون بياخذ الفوائد، وبعدين مو كل اليوم حطي شيء نص ساعه على اظافرك، واكيد يفضل انه الصبيه ما تجلي بالمواد المنظفه بدون كفوف. إذا بدك أظافرك يتولوا ما تجلي بدون كفوف. كمان لما مثلا يعني أكبر دليل إنه هن النسيج حي، بتيجي عندك أي حدا بيروح على الصيدلية بيشتري ظرف اللي هو فيتامينز بتقوي الشعر والأظافر، بتلاقيهم الظفر اللي كان طويل ولين بيقسى، معنى هذا دليل إنه هو بيتأثر بغذائك، بس إذا أخذتيه من الغذاء مصدر خارجي اللي هو سبلمنت كفيتامين تشتريه من الصيدلية كمكملات غذائية كمكمل غذائي، عندك الجسم بينتعش بيصير له صدمة انتعاش بس اول اسبوع، بعدين بيتعود الجسم وبيعرف انه هي خدعه، انت مانك عم تاخذيه من المصدر الصحيح له اللي هو الغذاء السليم، انت عم تاخذيه من سبلمنت. ف
فهاد كمان انه ما بنصح. فالنصيحة الذهبية لكل الاشخاص، انتبهي كثير منيح على الاشياء اللي بنستخدمها، ننتبه انه نحن دائما نلجأ لمنتجات طبيعية ودائما نستشير خبراء لحتى نعرف شو اللي بيصير واللي ما بيصير لحتى نحمي حالنا ونحصل على النتائج اللي بدنا اياها. بدي اتشكرك كثير قديش على وجودك معنا على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. ومشاهدينا صار الوقت لحتى نرجع لعند آية ونكفي باقي فقرات صباحنا. شكرا كثير لك أريج. أكيد عم نحكي على الشعر والبشرة، وطالما عم نحكي عن هالموضوع وعن طرق العناية فيهم، كمان مستحضرات التجميل شيء مهم كثير للصبايا بمختلف الأوقات والمناسبات. لهيك خلونا نرجع بالزمن لورا ونتعرف على رحلة الميك اب عبر التاريخ وكيف تطورت أدواته واستخداماته. زرنيخ، خام الرصاص، فحم، طباشير، مواد غريبة ومختلفة عبر التاريخ، استخدمت لزيادة جمال الإناث والتزين بالكثير من الطقوس الخاصة. المكياج، على الرغم من أنه كلمة التجميل أصولها يونانية، إلا أنه أول من استخدم المستحضرات التجميلية هنن المصريون القدماء، وعلى رأسهم الملكة كليوباترا. بحقبة 4000 قبل الميلاد استخدمت الكحل لعيونها يلي مصنوع من خام الرصاص وعجينة باللون الأخضر مصنوعة من النحاس لتلوين وجوهها. أما عن أحمر الشفاه كان مستخرج من أحد أنواع الخنافس يلي بيعطي لون نبيتي أو أحمر داكن من صدف إحدى الحيوانات البحرية. الصينيون القدماء بحقبة 3000 قبل الميلاد استخدموا الصمغ العربي، شمع العسل، الجيلاتين لتلوين أظافرهم، وكانت الألوان إلى دلالات على الطبقة الاجتماعية يلي بينتمي لها كل فرد. أما عند الإغريق فنساءهم استخدموا الحواجب الاصطناعية يلي بتتصنع غالباً من شعر الثيران. حقبة 1000 قبل الميلاد اليونانيين استخدموا الطباشير أو بودرة الرصاص لتبييض أسنانهم. رحلة اختراع مستحضرات التجميل لسه مستمرة، وصرنا بالعام 100 ميلادي يلي روما استخدمت فيه الشعير والزبدة لعلاج وإخفاء البثور. أما عن الهنود بعام 300 ميلادي اكتشفوا الحنة لصبغ الشعر والرسم على الأيدي والأرجل بالحفلات، ويلي تميزت بتصاميم معقدة بطريقة فنية. عام 1400 ميلادي مستحضرات التجميل بأوروبا كانت حاكر على الطبقة الأرستقراطية، فرنسا وإيطاليا كانوا المركز الأساسي لتصنيعهم باستخدام مادة الزرنيخ لصناعة بودرة الوجه. أما نساء العهد الإليزابيثي اعتدنا استخدام قطران الفحم كمسكرة لرموشهم عام 1500، والملكة إليزابيث الأولى كانت مهووسة بتفتيح بشرتها باستخدام الرصاص الأبيض وسميت طلطة بقناع الشباب، كما ارتفعت شعبية الشعر الأشقر بهالعصر. عام 1900 ميلادي بالعصر الإدواردي صار استخدام مستحضرات التجميل بالبيت ما بيفي بالغرض، وصار في صالونات خاصة لتزيين النساء، ومن وقتها انتشرت آلاف المستحضرات وصار في ماركات معينة والكثير من المراكز المتخصصة بالتجميل، وزادت شعبيتها لوقتنا الحاضر. ويوم عن يوم عم نكتشف انه الموضة ما بتتوقف على التياب، حتى الميك اب له ألوانه الخاصة بكل بشرة بكل وقت وحتى بكل فصل من الفصول الأربعة يلي بتزيدنا جمال، بس إذا ما استخدمناها بطريقة مبالغ فيها وبتضر بشرتنا. يسعد صباحكم عن جديد. هلأ حنرجع على طبختنا نحن ونشوف شو ساوينا. مثل ما قلنا أول شيء خلصنا، آخر شيء حطينا الصوص البندورة وحطينا الحد وزبطنا، إذا بدك كم ملح زبطناها. وهلا شوفوا شلون طلعت الطبخة تقريبا جاهزة. شوف الألوان، الأبيض مع الأصفر مع الأخضر والروايح اللي تاخذ العقل طالعة. هلا حنبلش نحن بمساواة الرز. حطينا الطنجرة على النار، بنحط مع الزيت النباتي. هلا نحن المقادير تبعنا عندنا زيت نباتي طبعا والرز والمي والقلنا صفار الزعفران. انا خلطت شوي من مية الرز نفسها اللي بدي استخدمها مع صفار الزعفران، جهزتهم مشان يعطينا الرز اللون الاصفر. هلا حطينا الزيت على النار، بنحط الرز مباشره.
طبعا الرز منقوع ومغسول جاهز نعناع حوالي شيء نص ساعة. رز انا استخدمنا هون رز طويل حبة تقريبا طويلة حوالي شيء كاستين رز. هلا بنقلب شوي مع الزيت لياخذ يتشرب الزيت. بنضيف الملح عليه، طبعا الملح بتضل على هوا رغبة ست البيت، شو بتحب ممكن تزيد. هلا هدول بيعتزوا تقريبا حوالي شيء نص معلقة أو أكثر شوي صغيرة ملح. هلا الزيت عم ياخذ الزيت عم تاخذ الزيت الرز عم ياخذ الزيت ونكهه الزيت. طبعا ممكن نضيف زبده اذا بنحب او زيت زيتون كمان ما في اي مشكله. نحن هون استخدمنا هلا زيت نباتي بس ممكن نزيد اي شيء ممكن تحبه ست البيت بتفضله. في ناس بتحب تساوي الرز بالسمنه ما في اي مشكله اطلاقا، بس نحن عم نحاول نكون الاكله نوعا ما خفيفه على المعده وما تضايق، لانه كمان هي الاكله هي مثل ما قلنا المكسيكي نحن فيها شويه حد بقى انه لازم تكون شوي خفيفه. هلا بنحط بنبلش نضيف المي. شوفوا شلون حنبلش اول شيء بالمي تبع الملونه. طبعا نحن بنضيف اللون درجه اللون اللي بدنا اياها بعدين بنضيف ملت المي. هلا هيك نغمر الرز صارت المي لونها صفراء. هلا بصير حبه الرز كلياتها لونها صفراء. ممكن نحن نستخدم بدل طبعا صفار الزعفران، في ناس بتحب تدلل شوي ممكن نستخدم الزعفران نفسه بس شوي غالي. هلا نستناها لتغلي، بتغلي تقريبا حوالي شي 3 دقائق بعد ما نغطيها. طبعا بنغطيها وبنستنى 3 دقائق لتغلي بعد الغليان، بعدين بنبلش بنحطها على نار هاديه لتستوي الرز تماما ونتاكد طبعا من استوى الرز. هلا بنرجع لعند الصبايا مشان نشوف شو باقي فقرات ونكون جهزنا طبخه للتقديم. يعطيك الف عافيه يا شيف، وناطرين يعني النتيجه النهائيه. اكيد يعطيك الف عافيه شيف، واكيد كثير مهم نعرف احتياجات جسمنا اليوميه من السعرات الحراريه لحتى نعتمد نظام غذائي صحي، والاهم انه يكون مترافق مع تمارين رياضيه للوصول للوزن المثالي. رياضه الصباح صارت جاهزه. صباح الخير، معكم كوتش ليندا الرومي من أب تاون سبورت أكاديمي. رح نستخدم العصا الطبية ومجموعة تمارين لعضلات البطن الجانبية. بنفس الوقت نشتغل توازن، حنمد العصا مستقيم صاعد على هذا الاتجاه على جانب محاذاة الكتف، وحنبلش نرفع اللجز للأعلى. هون شغلت بطن سايد 2 3 4. هون عم شغل بطن، هون عم شغل عضلات الجانبية. 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8. ونوقف up down. كمان هون شغلت الكلافز 2 3، وعم باخذ نفس لريح بس عم شغل عضلات الكلافز 6 7 8. هنرجع نعمل مجموعة تانية لنفس التمرين ونفس الجهة. 1، انا عم شغل عضلات سفليه للبطن، وبنفس الوقت على الساعد عم شغل الجانبيه. 4 5 6 7 8 8. بعمل تثبيت 1 2 3 4 5 6 7 8. كمان بريح باخذ نفس، نعمل كلافز مع النفس 2 3 4 5 6. طبعا ايدي بدها تكون ممدوده كمان لنشغل الذراع والشيست اب
7 8. هلا انا عملت مجموعتين، حانتقل للجهه الثانيه نفس الشيء، بدي اخذ الابعاد 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8. وكمان بريح، فيني اعمل تفضاية وزن side to side، جهة لجهة 5 6. كمان هيك عم بشتغل على الكلاب مع نفس لريح، اخذ المجموعة الثانية ونعيد التمرين 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. كمان بداية وزن side to side، نشتغل على الكلاب، ناخذ نفس لناخذ التمرين الثاني. عملنا مجموعتين مجموعتين لكل جهة. هلا التمرين اللي بعده side 2 3 4 5 6 7 8. نثبت الحركة بعدين نعمله كمان مجموعة، نقلب على الجهة الثانية. تمام، آخر تمرين 7 الليجز بهذا الشكل والفوت، ننزل هاي العضلات الخلفية الجانبية للبطن 7 8. كمان بنعمل هذا التمرين 3 مجموعات. بتمنى تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم، يعطيكم العافية. يسعد صباحكم عن جديد، يعني مثل كل تنين يا جودي، معنا اكيد رح يكون حصيله للاخبار الفنيه اللي عم تصير على مدار الاسبوع، ورح نتعرف اكثر مع هدى على الاخبار اللي كانت ترند وتصدرت وسائل الاعلام بالفتره الماضيه. صباح هدى. صباح الخير يا هدى. بونجور جودي، كيفكم اليوم؟ الحمد لله تمام. الاخبار يعني للاسف صار لي فعلا فتره يلي مسيطر هو التنمر على الفنانين، يلي مسيطر قضايا التحرش اللي عم نسمع فيها كثير، سواء كان بالساحه الفنيه او حتى بالساحه الاجتماعيه بالمجتمع. تماما للاسف. يعني رح بلش اول خبر لليوم هو مع اللايف يلي طلعته الفنانه سلافه وخرجي لاول مره. طبعا هذا كان فكره اللايف كانت كثير حلوه، يلي هي اكيد كانت من فكره ابنها علي الصغير، علي وائل رمضان، حب يطلع عمو لايف يكون هو مقدم هذا اللايف. تماما، ولكن يلي صار انه ما توقعوا هيك ابدا. في ناس اكيد محبه، في ناس كثير بتحب الفنانه سلافه وخرجي وزوجها وائل رمضان وحتى اولادها، في إلهم هي الشهره يلي دغري وقت بتقولي اولاد سلاف دغري بيقولوا لك الله شو بيشبهوها، يعني كثير الناس بتعرفهم. يلي صار انه الناس ما عاد فرقت بين انه طفل بعمر صغير ممكن نوجه له ملاحظات سلبيه، وما عاد فرقوا انه ممكن يتقبل هذا الشيء ولا ما يتقبل. خلال هذا اللايف بيكمل حب الكبير للفنانة سلافة وخرجي يلي كمان كان بيتخللها مجموعة من الانتقادات، كان الانتقاد الأكبر لعلي يلي صاروا يقولوا له أنه أنت سمين وهيك دمك تقيل، فهو زعل وتضايق وما عاد عرف أنه أنا بدي رد خص بدي رد. فكان دور الأم لسلافة وخرجي موجود، يلي هي عم تقول له يا ماما اتركهم، يا ماما رد على الناس يلي بتحبك،
الناس ما بتميز بين العمر وبين الناس اللي ممكن تسمع هذا الانتقاد، ما تخلي هذا الانتقاد السلبي يأذيك، ولكن هو كونه طفل ما كان عنده أكيد وما كان عنده هي القوة إنه يتحمل الناس كيف عم تحكي عليه. جبت لكم مقطع كتير صغير من اللايف لأنه هذا اللايف كانت مدته ساعة ونص، وللأسف كان علي أغلب الكومنتات ما تطلع على الإيجابي منها تطلع على السلبي، وكان دور سلافة وخرجي كأم كتير فعال وكتير إيجابي، ولكن علي ما كان برد، فحب هو يرد بحق لحاله. فتعالوا نشوف كيف عصب بآخر اللايف وكيف رد، خلونا نشوف سوا. يا زنخ روح نام طولت. إيه حبيبي إيه أنت الزنخ وكل حدا عنده رأيه، إيه وأنا ريالي ولا سمين وما دخلكم أوكي، وما حدا زنخ بالفيديو غيرك، بعرفه لازم يكون محترم. انت محترم وبتطير العالم. ما انا محترم عكس هذا اللي عم يقول لي انه انا زنخ. روح حاول ما تكون زنخ وارجع لعندي اوكي. لك شغله علي لما بترد عليك بتعطيه قيمه ماما. يا دب من هلا دب ماما لك ماما، ما حدا دب غيرك، اطلع من اللايف خلصني كل هوا اطلع ماما ماما حبيبي، وما حدا زنخ غيرك اطلع خلص حبيبي. بس قال لك شغله امي، صار دوري احكي، صار دوري احكي بقى. على الناس الحلوين اللي بيحبوك رد على الناس. طب بقول لك شغله علي، يلي بعت لك كلمه حلوه ما بترد عليه، واللي بعت لك كلمه بشعه بترد عليه. ايه لا اللي بيحبك بيستاهل وقت منك اكثر من اللي ما بحبك. حبيبي شو مهضوم عن جد. اول شيء صباح الخير علي، وانت كثير مهضوم وكربوج وغنوج، وعن جد ما ترد على الانتقادات السلبيه. كلياتنا بنتعرض للانتقاد ان كنا مشاهير ولا كنا اشخاص عاديين. كل العالم كل الوقت عم تتنمر على بعضها، صايره هي الطاقه السلبيه منتشره بطريقه كثير. التنمر يجي حدا يتنمر على تصرف معين بقى بتبلعيه بتقولي نص مصيبه، بس لما يجي واحد يتنمر على شكل يعني هون بتطلعي طفل. طفل يا شو جماعه شو عم تعملوا يعني؟ شو صحيح عن جد كثير كان صعب الموقف، وحتى رد علي حس حاله انه هو اخذ بحقه، ولكن يا علي بتوقع اخذت حقك بحبنا لك اكثر من الشيء السلبي يلي وصلك. الخبر الثاني هو تحرش، يعني للأسف مصر مثل أغلب الدول العربية عم بتعاني من هذا الموضوع بشكل قوي. وآخر الفنانين يلي تعرضوا للتحرش، وأساساً أنا حكيت الأسبوع الماضي إنه كان في حملة كتير كبيرة سواء كان من فنانين السوريين أو فنانين مصريين إنه هنن ضد التحرش وضد هاي الظاهرة يلي عم نشوفها بكثرة. ولكن رانيا يوسف من الفنانين يلي على ما يبدو ما عاد فيها تسكت، خلص وصلت لمرحلة أنه أنا كنت أسكت مرة واثنين احتراماً لكل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كقدرة منها أنه تتحمل السلبي والإيجابي، ولكن هدول هن المتحرشين يلي نزلت لهم صورهم قررت تفضح بكل بوست على إنستغرام على فيسبوك خمس متحرشين فيها لفظياً من وراء الصور يلي بتنزلها. في ناس كثير بتحب الفنانة رانيا يوسف، وهي من الفنانات يلي للأسف ينتقدوا بشكل كثير كبير على طريقة لباسها، ولكن هي دائما بتأكد انه هي حرة وانا شو ما بدي بلبس، حبيته كثير منيح ما حبيته مو ضروري الانتقاد السلبي. يلي صار انه هي ظهرت مع الإعلامي عمر أديب وقالت بشكل واضح انه انا ما عاد اتقبل ابدا حدا يتحرش فيني وراح افضحهم، وفعلا هدول الاربعه نحن شفنا سو اربع صور. هي قررت انه كل فتره تنزل خمسه، فقديش كتار انه كل ما بدها تنزل شيء على انستغرام قديش في ناس عم تزعجها لفظيا وعم يحكوا معاها كلام مسيء، وهي عندها سكرين شوت لكل شيء. فيبدو اذا اخذ هذا الشيء مجرى قضائي فاكيد راح تاخذ حقها، لانه ما عاد في شيء بيمرق، لانه صار في شيء اسمه جرائم الكترونيه والتحرش جزء منها. خلينا نشوف سؤال بشكل كثير مختصر لعمرو اديب وكيف كان واضح شو بدها تعمل باي شخص ممكن ياذيها باي كلمه. اللي حصل ان انا قررت افتح المتحرشين على الصفحات بتاعتي بيدخلوا على الانستغرام ويشتموني ويتحرشوا بيا لفظيا ويكتبوا كلام بيشيب ورسائل بتشيب. انا لو بعت لك سكرين شوتس على الحاجات اللي بتتكتب حتى من قبل الفستان، من اول ما فتحت صفحه الفيسبوك وانا يعني عندي حاله ذهول من الاخلاق يعني الواحد بيشوفها. انا ناويه ان انا كل يوم انزل خمس متحرشين لفظيا على السوشيال ميديا، وانا ناوياها. هم كتير قوي كده كل يوم اللي يتحرشوا بيهم لفظيا على السوشيال ميديا ينزلوا
وتلف صورهم عبر جمهورية مصر العربية عشان الناس تعرفهم. في ناس كثير أيدت هذا القرار ويبدو أنه صحيح، بلكي الناس بتصير تحترم أي شخص ممكن تشوفه وما عاد لا يتنمروا ولا أساساً يوجهوا كلام سيء حتى توصل معه لمرحلة التحرش بالفنانين. خبر التالي شوي رح غير لكم جو، أنا هيك دائماً بالعادة بيجي بغير لكم جو ما بمقتكم بقوى يعني بلش بالأخبار يلي شوي هيك عاملة صدى سلبي بين الناس، ولكن في فيديو لسعد رمضان كان في عنده ضيفة غليظة بصراحة هيك من الأخير وكلها ياتنا هي أول مرة هدى تحكي الخبر بهي الطريقة. لأنك ليش؟ لأنه بتوقع هاي الضيفة اللي كانت مع سعد رمضان إذا بدها تزورك أو تزورني إيه بدها تعمل فينا يلي عملته بسعد رمضان. خلينا نشوف الفيديو تفضل. يعني سعد بعد هالزيارة قرر يترك البيت يتركه لهالدبانة، هو كان قرر انه يعمل فيديو ويطلع فيه على الجمهور يسمعوا عم بغني خلال هالفترة، ولكن يبدو ما خلته وفعلا ما نزل فيديو وما قدر ولا ولكن فكرة انه هو يكون بهي الهضامة، لانه اساسا سعد رمضان كثير الناس بتحبه من ايام ستار اكاديمي فبيعرفوا حياته الشخصية وبيعرفوا كيف بيعيش بالبيت، فكانت الناس كثير مشتاقة لهذا الفيديو، واساسا جزء هاي من فيديو الدبانة اللي هو هيك منتشر على السوشيال ميديا بيذكرنا بايام سعد رمضان وقت كان في ستار اكاديمي. اخر خبر معي اليوم هو في مفاجأة عم بحضرنا اياها اكيد الهضبة عمرو دياب، ولكن قبل ما احكي عن هي تفاصيل المفاجأة هو دائما اساسا بخبر انه في شيء جديد ولكن ما بيصرح عنه تماما، ولكن يبدو بالعيد يعني بعيد الأضحى حيكون في سنجل جديدة لعمرو دياب وحتكون شوي يعني ما بعرف إذا صحيح هذا الخبر إنه شوي حتكون نمطها مهرجانات، ما بعرف إذا ولكن أكيد حتكون مناسبة لعمرو دياب ومناسبة لتاريخ عمرو دياب، لأنه أساساً أغاني المهرجانات في لها خصوصية بمصر وعمرو دياب ما بينفيها أساساً لهذا النمط من الأغاني وهو دائماً بأيد أي حدا، ولكن تفاصيل هاي الأغنية كتير كانت هيك خاصة ما ذكر لنا شيء لا اسمه ولا شيء، ولكن في مفاجأة جديدة. وآخر شيء صار معاهم هو أنه توفى حما يلي هو بيكون أكيد جد بنته واللي هو بيكون أبو زوجته الأولى شيرين رضا، فنحن شفنا الصورة كيف عزاه، وأساساً علاقة شيرين وعمرو دياب ببعضهم إلى الآن هي علاقة صداقة، وكلياتنا بنعرف بداياتهم كيف كانت وكيف كان هذا الزواج الأول لعمر دياب، بعدين أساساً تزوج مرة تانية وحالياً يبدو أنه متزوج من دينا الشربيني. وأكيد ما فيني أجيب سيرة شيرين رضا وعمر دياب وما أذكركم بفيديو كليب ما تخافيش، تعرفوا أكيد الغنية أنا مش نفسي تماماً أنا ما نسمع من عمر دياب أكيد ما نشوف كثير نسمع من عمر دياب أكيد شاركتها بالفيديو كليب شيرين رضا، فكان هذا الفيديو كليب بوقتها كثير كثير مهم وكان أول علاقتهم، فجيت حتى اختم فيه هاي الفقره ونكون لهون خلصت فقره شكرا لليوم. لك كثير هدى نسمع ما تخافيش صح؟ صحيح شكرا. وهلا مشاهدينا صار الوقت لحتى نعرف شو اخبار حظوظنا، شو مخبين الفلك لليوم من نصائح وتحذيرات، واكيد مع المدام نجلاء باني. صباح الخير مدام. صباحك خيرات. يسعد صباحك مدام نجلاء. مدام نجلاء اليوم عندك اثنين عقرب، فيعني بدنا نتوصل بالموضوع. شغلكم كثير ومو فاضيين، تحكوا راسكم اذا بدكم. يسعد صباحكم، ضلوا دائما بخير وايامكم سعيده. اليوم 13 تموز 13/7، طبعا كواكبنا صار فيها تغييرات من امبارح لانه عطارد باشر تقدم في برج السرطان. المريخ ما زال في برج الحمل، هو موقعين مانن كثير مريحين لبعض اذا بتكون يعني السرطان والحمل دائما ضدين خليني اقول لانه بمربع مع بعض، لذلك بنحس لسه في حاله من الاستياء او في حاله من عدم الراحه. مشتري ما زال متراجعا في برج الجدي وهو كوكب الحظوظ السعيده والفرص الايجابيه. زحل ايضا ما زال متراجعا في برج الدلو، والزهره ما زالت في الجوزاء. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي غالبا اليوم مشغول باتصالات. يوم عم تستطيع تعتمد على أصدقائك، على أهلك، على الناس اللي بتحبهم في اتصالات أو مشاوير أو نوع من أنواع التحسن، أو يمكن عم بتطالب بحقوقك الشخصية أو يمكن عم بتعيد ترتيب هيكلية حياتك. يوم أنا بعتبره القرارات عموماً مولود برج الحمل، والحياة الأسبوع القادم كله يعتبر الأسبوع الأفضل. عزيزنا مولود برج الثور غالباً في نوع من أنواع الضغط عليك،
ما بدي أقول الضغط، بدي أقول نوع من أنواع الغيرة، المؤامرات، أعمل هيك ولا ما أعمل هيك، هذا غلط هذا صح، يعني هذا النوع من أنواع الأمور اللي ممكن تكون مضايقتك، مثل كأنه واحد عم بيخطط ليرتب أمورك، ويمكن في نوع من أنواع عدم الأمانة اليوم أو نوع من أنواع التعب. ما كتير بشوفك مرتاح على كل الأحوال، ثرثرة، قيل قال، أمورك مانا كتير الأفضل. حاول تسأل حالك شوية أسئلة، ليش هيك صار وليش هيك عم بيصير، وقدي سلبياتك وين إيجابياتك. من المفيد أنه نعرفها على كلنا لنرتب أمورنا، خاصة أنه الأسبوع القادم أسبوع جيد يفترض بالنسبة لك. يوم اجتماعي بامتياز، لتواصل، لتفاهم، لتنقلات، لمولود برج الجوزاء. يوم إيجابي لتكون في عندك إجراءات مهمة أو اجتماعات مهمة أو سفر إذا وضعك يسمح، ربما تعد لأفراح إذا وضعك يسمح، أصدقاء جدد، ربما أمور مفرحة، ما بعرف، في محبة أو مصالحات أو لقاءات أو حتى دعم وتأييد ومحبة. مولود برج السرطان كتير كتير مرتاح اليوم، حاول إنك تحافظ على الانسجام حواليك، لأنه اليوم غالباً لبعض التصرفات المرتجلة أو المتسارعة. في حواليك ضغط، أنت الوحيد اللي بين 12 برج أكثر حدا فينا مضغوط، مضغوط من غيره، يعني قصدي اليوم مضايقاتك غالباً سببها غيرك ما أنت سببها، حدا عم بيفرض سيطرته عليك، حدا حدث ما يعني عم بيخليك شوي قلقان مو مرتاح. الأضواء مسلطة اليوم عليك، يعني كلمة عفوية، ربما شخص عم بيعاديك، ربما محتاج أنك تتناسى ما يقال، يعني وتنتبه صحياً لأنه غالباً اليوم عم بيناقشوك الناس اللي حواليك في أصغر الأمور. مولود برج الأسد اليوم الأمور جيدة جداً، ما بعرف إذا عم تناقش بعض الأمور العملية أو عم بتسيطر على أوضاعك أو عم تسعد لقرارات، بس يوم أنا بعتبر التغيير فيه للأفضل، بعتبر في قصص العلاقة بتجاوز ناس أو ظروف معرقلة عم تتجاوزها اليوم وعم تمشي باتجاه الأفضل. إذا شغلك بيتعلق بالإعلام، بالصحافة، بالدراسة، فاليوم الأمور إيجابية بالنسبة لك، فيها محبة، وحاول تستغل الفرص لترتب أمورك لأن الحظوظ رح تكون مساعدة على الأقل اليوم. هلأ بكرة ما حتكون مثل اليوم، لذلك كل شيء بتقدر تنهي اليوم حاول تنهي. مولود برج العذراء اليوم في لطف موجود جواتك، طلعه، يعني اليوم يوم حاول أنه تستفيد من محبة المحيط، يمكن في مدح أو دعم أو قصص العلاقة بمحبة، يوم فيه لقاءات مهمة أو أخبار إيجابية أو مساعدات يمكن عم بتقدمها للآخرين أو حتى الآخرين عم بيقدموا لك مساعدات. يعني هاليومين ثلاثة بلشت تترتب الأمور، على الأقل بيّنت على وشك ضحكة، تفاؤل، شيء له علاقة بتصالح. اليوم الأمور جيدة لمولود برج العذراء، فيها فرص إيجابية. مولود برج الميزان غالباً في عندك نوع من أنواع النزاعات أو الخلافات مع الآخرين، كل حركة تسجل عليك اليوم، ما كتير لك مصلحة تختلف مع الناس اللي حواليك، بالعكس لك مصلحة تعيد ترتيب علاقاتك بمن حولك، تطلع على إيجابيات الأمور. ما بعرف إذا في صديق أو مقرب أو زوج يعني اليوم عاملي لك نوع من أنواع المشكلة، لأنه اليوم خلافات مع أشخاص أنت بتحبهم، فأنت مين بتحب اليوم؟ لا تختلف معهم اليوم. مولود برج العقرب اليوم عنده 100,000 قصة شاغلته، عمل كتير ومرهق الحقيقة، نومة ظهر ما في. ما بعرف اليوم كمان شوي لازم ينتبه على أموره الصحية، على الأقل البسيطة العابرة، ما عنده شيء صحي سيء، بس وارد يكون يعني هي ضيقة الخلق السبب قلة التنظيم، قلة التنسيق، يعني عم توعد وعدين مع بعض أو ثلاث وعود مع بعض وما عم تقدر تعمل شيء بهي الوعود، أو ممكن مسؤوليات إضافية أو ناس عم تطلب منك بعض الأعمال اللي أكثر مما يجب، ضعف مشاركة اليوم من الآخرين. وأنا بعتبره بالمجمل هذا يوم الأفقفة تبع اللي فيه شغل كتير، أمور ما كتير عم تمشي مثل ما أنا بدي. مولود برج القوس اليوم الأمور جيدة لتحقق نجاح، ما بعرف إذا اليوم لتغيير بأمورك العاطفية أو لتصلح أخطائك أو لتعتمد على ابتسامتك أو لتخوض نقاشات عائلية. يوم أنت مقنع، مؤثر على محيطك، عم بتحرر نفسك من معوقات، عندك بالعكس اليوم طاقة، فعالية، حوارات، يعني أنا بعتبره يوم جيد على كل الأحوال لتوضح
أمورك ولتنبسط أو تفرح بلقاءات. عزيزنا مولود برج الجدي، من مبارح غالباً أنت قلقان، ما بعرف إذا حواليك قصة صحية قلقتك، شجار أو نزاع أو إزعاج حواليك، ما بعرف، ربما شوي عصبي أو شوي قلقان، أو في حواليك نوع من أنواع المتاعب مع زملاء العمل أو الأهل أو الأصدقاء. يوم في مواضيع أسرية ربما أو عقارية، بس بيني وبينك أنا أرجح الأمور الصحية لا تعتبر بهي الفترات الأفضل. اللي الأفضل أو مرتاح ومولود برج الدلو بالغالب اليوم للحركة، للنشاط، لسعادة مع من تحب. فما بعرف إذا القصة أخوة أخوات أشقاء أهل، وارد يكون في حركة مستمرة اليوم حواليك. إذا أنت من الأشخاص الهاويين رياضة فهيئتك رايحة الجيم، أو عم تلتقى بناس بتحبهم، أو عم تنجز أعمالك، أو عم بتطور حياتك. مولود برج الحوت عم تعيش إقبال على الحياة، وغالباً عم ترتب أمورك جيداً. يوم لترتب أمور مالية، واليوم عم تقبض، عم تدفع، عم تنظم. وأنا ما عرف فيني إنكر إنه هذا الشهر جيد لمولود برج الحوت مالياً. الأشهر القادمة لسه تعتبر أفضل، بس المشكلة الإسراف عم بيكون أكثر مما يجب. وجود عطارد في برج السرطان عم بيخليك تصرف على متطلبات عائلية أو شيء له علاقة بلباس، بندام، شكلك عم يعنيك هاي الأيام لترتب أمورك، وفي صرف إضافي. خليني عايد مولود اليوم وأتمنى له السعادة. له إطلالة مميزة، مولود 13، شعبية واسعة، لطيف، مرح، مسلي. أحياناً بتشوفوه متكبر، بس يعني بالنتيجة هو أبداً مو هيك، بالعكس هو غاية باللطف والهشاشة من الداخل. موهوب، ديناميكي، أحياناً بتلاقوه ضعيف الشخصية لأنه ما كتير بيحب المواجهات عموماً، بيحب النقاش والصمت والعزلة أكثر بكتير من النقاشات. مهما كبر فإنه طفل بتصرفاته، طفل بوشه إذا بتكون، دائماً يمتلك هذا الوش البيبي فيس البريء. يعني عموماً إن أراد أن يقوم بعمل صمم على إنجازه، وإلا رح يضل ينق، يعني هو اختصاص النق العالمي على كلين. محب للطبيعة، قريب من الفنون، من الأشخاص اللي ماديين على كلين أكثر منه، يعني بيحب الأشياء المادية أكثر من الأشياء الخيالية، متزوق للجماليات والموسيقى. سنة أنا ما بعتبرها كثير مريحة بوجود المشتري في برج الدلو، هلأ دخول زحل كمان متراجعا الى برج ببرج الجدي، ودخول زحل متراجعا كمان الى الجدي، ممكن يكون في نوع من انواع الحزن، الكسل، بعض الاخطاء انت عم تعملها عم يعملوها الاخرين، سمعه مهنيه ربما ما كثير الاريح. يعني ما تتصرف اي تصرف الا وانت واثق فيه، حاول تنهي بعض الاعمال العمليه. حظوظك اكثر بالعمل والمال من الامور العائليه والعاطفيه. يسعد صباحكم وتضلوا دائما بخير. يسعد صباحك ست الكل وتضلي دائما بخير. اما هلا صار وقت نرجع لعندك يا شيف، وفي شيء كثير طيب وجميل مثل ما شايفين على الطاوله، فخبرنا شو سوينا اخر شيء. هلا تمام سوينا اول شيء، تمام اخر شيء سوينا نحن المكسيكي، دجاج مكسيكي، حطينا له زفنا له الاخير من على الحد، وزبطنا له الملح تبعه، وسوينا الرز وحطينا له اللون الاصفر عشان يطلع رز اصفر مع الدجاج المكسيكي. وطبعا شايفين الالوان مشكله مو فريش. شو الالوان يعني؟ شو الالوان، شو النكهات، شو الروائح الطيبه اللي بالاستديو يا شايف. الله يسلم هالايدين، شكرا كثير. واكيد مشاهدينا الشكر الاكبر لكم ولمتابعتكم لنا. بكره صباح جديد ونهار جديد، ومن هون لبكره تبقوا بألف خير. باي باي.